ضمننا الآن زميل العزيز محمد ديك الناقد الرياضي. والصحافة الرياضية قالت إيه عن المباراة يا محمد النهارده؟ برحب بيك كابتن هاني، وبرحب بكواكب الكورة كابتن ماهر، كابتن شريف، كابتن عادل، كابتن أسامة. الصحافة كلها بعد الماتش رغم فقدان النادي الأهلي أول نقطتين ليه هذا الموسم، إلا أنهم أكدوا على النقطة الإيجابية النهارده اللي هو صدارة الدوري واعتلاء كل القمة بفارق الأهداف عن بيراميدز. والنادي الاهلي له كمان مباراه مؤجله مع بلديه المحله، لم يتم تحديد ميعادها لحد الان دلوقتي. صحيح. كمان برضو من الحاجات اللي ركزت عليها الصحافه النهارده كابتن ايمن، فكره التغييرات الكبيره اللي عملها مارسيل كولر، تحديدا عمل 8 تعديلات في التشكيله الرئيسيه بتاعه النادي الاهلي النهارده. ابرزها كمان عوده كريم نيدفيد اللي الناس اتكلمت عليه بشكل كويس من النهارده، يعني ظهور كويس بعد غياب 806 يوم كابتن على النادي الاهلي. طبعا هم حاسبين اعارته للفيوتشر والإصابة الطويلة اللي غاب فيها بالكريم عن النادي الأهلي. كمان برضو اتكلموا على إحصائية بعد 291 دقيقة في الدوري، موديست يسجل الهدف الأول ليه مع النادي الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز. احنا عارفين ان موديست سجل قبل كده في كأس مصر. مظبوط. فهو يعني الثنائية المحلية بالنسبة له، وإن شاء الله يمكن مع بداية الدوري المجموعات إن شاء الله نشوف موديست بشكل جديد إن شاء الله بعد فترة التوقف إن شاء الله الدولية. كمان برضو الحاجة اللي الناس اتكلمت فيها كابتن، أهمية اعتلاء النادي الأهلي لقمة الدوري قبل فترة التوقف الدولي. يعني فترة التوقف اسبوعين، زي ما قال الكابتن ماهر يعني ان هو متخوف شوية من فكرة ان المعسكر او لعيبة الاهلي هيروح جزء منهم هيروح المنتخب الاول وجزء الثاني المنتخب الاولمبي، وكمان في منتخب الشباب الكابتن وائل مسافر بطولة شمال افريقيا. صحيح. في 3-4 لعيبة منتخب الشباب زعلوك وكباكا كانوا في النادي الاهلي الفترة اللي فاتت، فان شاء الله يعني البقية الموجودة مارسيل كولر يجهز ويبقى بدايه قويه ان شاء الله في دوري المجموعات. الحاجه برضه كابتن اللي اتكلمت عليها الصحافه برضه بعد الماتش، ان موديست ثالث لاعب فرنسي يسجل في الدوري المصري. كان قبليه مالودا مع وادي دجله، وفي كريس جادي لاعب بتروجيت سجل هدف، ومالودا سجل 3 اهداف، وده يعتبر الهدف الخامس الفرنسي في الدوري الممتاز. برضه في حاجه ثانيه كابتن الناس اتكلمت عليها، الارقام بتاعت مارسيل كولر، ان هو النهارده للاسف لعيبه النادي الاهلي فشلوا ان هم يقدموا هديه كويسه لمارسيل كولر في عيد ميلاده. يعني برضو كان من الحاجات اللي هي الناس اتكلمت عليها، ان هو يعني كان الشوط الثاني تحديدا الجزء الاخير من الشوط الثاني كانت لعيبه النادي الاهلي اقوى هجوميا وكان عندها شراسه هجوميه، ولو النادي الاهلي كان بدا الشوط الثاني زي ما حضرتكم اتكلمتوا بنفس التشكيل اللي هو انهى بيه المباراه كان ممكن النتيجه تتغير وتبقى في صالح النادي الاهلي. لكن عامة برضو إحصائية كابتن، مارسيل كولر في الموسم اللي فات أول 5 ماتشات برغم فوزه 5 ماتشات متتالية إلا إن الحصيلة التهديفية بتاعته كانت 10 أهداف فقط واستقبل هدفين. السنة دي لعب 5 ماتشات منهم فقدان النقطتين، إلا إن النزعة الهجومية بتاعت لعيبة الأهلي كانت أقوى. سجلوا 12 هدف، والنادي الأهلي حتى الآن أقوى خط هجوم وصاحب أقوى خط دفاع. خط اقوى هجوم بالتساوي مع الزمالك 12 هدف، بس الزمالك عنده ماتش زياده. بالظبط. وكمان معظم الاهداف اللي جابها الزمالك كان منها 5 في ماتش سموحه، يعتبر نص الاهداف في ماتش واحد. أيوة. فان شاء الله الفتره اللي جايه بعد فتره التوقف ان شاء الله النادي الاهلي عنده مستوى اعلى شويه من مستوى الدوري. صحيح. وعنده مسابقات، مش عايزين نقول اهم من مسابقه الدوري، بس الليفل فيها بيتغير أعلى. وطريقه الاعداد بيكون مختلف عن طريقه الاعداد الدوري. صحيح. والتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في المباريات القادمه. وبرده كابتن مش عاوزين الناس تسود يعني بشكل اللي تتكلم بشكل مش ايجابي عن النادي الاهلي، النادي الاهلي لحد الان متصدر المسابقه المتسابقه. صحيح. برغم ولسه يعني احنا بنتكلم لسه في الاسبوع الخامس. مظبوط. ولسه عندنا ماتش مؤجل، فان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله قادم افضل ان شاء الله، تحسن ان شاء الله في الاداء والنتائج كمان باذن الله، وتستمر ان شاء الله النتائج كويسه ان شاء الله. شكرا لك كابتن ايمن. شكرا جزيلا يا محمد، شرفتنا. وزي ما قال محمد وختم، القادم افضل ان شاء الله، والقادم بداية من دور المجموعات بإذن الله.